وضمن جناح مميز في معرض سوق السفر العربي في دبي، اختتمت وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض مشاركتهما في المعرض وسط إقبال كبير من الزوار على الوجهات والمشاريع السياحية. تفاصيل أكثر مع مراسلتنا في دبي دانا أحمد. اختتمت مشاركة وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في دبي بحضور قادة وخبراء في قطاع السفر وصناع القرار وأكثر من 150 دولة، وشهد الجناح إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث سجلت الجهات البحرينية حضوراً مميزاً وملفتاً في المعرض، حيث استقبل الجناح البحريني زواراً من جميع أنحاء العالم، وتم اطلاعهم على أهم وأحدث التطورات المستدامة والمشاريع السياحية. كما شهد الجناح عدة اجتماعات واتفاقيات وفرص تعاون مشترك تدعم قطاع السياحة والسفر. وتسعى الشركات البحرينية السياحية من خلال المشاركة في المعرض إلى تطوير صناعة السياحة وتقديم منظومة متكاملة في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية السياحية وإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي. لتلفزيون مملكة البحرين دانا أحمد، دبي.